وسط أجواء مليئة بالبهجة، أقام نادي الصحافة في العاصمة واشنطن الحفل السنوي 51 لتوزيع جوائز التميز الصحفية، الذي شهد تكريماً خاصاً للصحفية الأمريكية الروسية أوسو كورماشيفا العائدة بموجب صفقة تبادل من السجون الروسية مؤخراً. ألسو قالت إنها سعيدة بتواجدي في بلدها بحرية، لكنها ستستمر في العمل الصحفي. نستمع لجزء من كلمتها عقب التكريم. في روسيا يعتبرون الكلمة تهديداً لنفوذهم، يريدون إسكات صوت الصحفيين، ونحن هنا في الولايات المتحدة نحتفي بحرية الرأي والتعبير. ألسو قالت للحرة إنها تعيش اليوم فصلاً جديداً من حياتها وسط عائلتها التي انتظرتها طويلاً. السلام عليكم. أنا سعيدة للغاية بأنني هنا وسط الصحفيين الذين فعلوا كل شيء ممكن وغير ممكن لإعادتي إلى هنا وسط عائلتي وابنتي بعد معاناة سجني. للأسف شعبي في تاترسان لا يمكنه التمتع بحرية الصحافة أو حرية التعبير الآن. ولم تنسى ألسو زملائها الصحفيين الذين لا يزالون في السجون في روسيا حتى الآن بسبب عملهم الصحفي، قائلة إنها ستظل تذكر العالم بمأساتهم حتى ينالوا الحرية. إنني أجمع قواي الآن لكي أتمكن من مساعدة الصحفيين الذين لا يزالون قيد السجن بسبب ممارسة عملهم. يتعين علينا الوقوف إلى جانبهم ومساعدة بعضنا البعض. وعادت ألسو إلى الولايات المتحدة مطلع أغسطس الجاري بعد أن قضت نحو 16 شهراً في السجون الروسية. الحفل شهد كذلك تكريم عدد من الصحفيين والمؤسسات الصحفية الأمريكية تقديراً لأعمالهم المتميزة في دعم الحرية والديمقراطية. نستمع لجزء من كلمة أحد المكرمين. الحرب لا تزال مستمرة في غزة، ولا بد أن لا ننسى زملائنا الصحفيين في غزة وإسرائيل. لا بد أن نطالب الآن بمنح الصحفيين حرية الدخول باستقلالية لغزة لنقل ما يحدث. سنظل ننقل القصص الصحفية مادام تحدث. ألسو تعيش الآن كما تقول حياة الناجين من الظلام الذي ساد حياتها طيلة فترة السجن، وهي تكرم ضمن عشرات الصحفيين في حفل شهد العديد من الكلمات المؤثرة عن حال الصحافة والصحفيين حول العالم. سارة نور الدين، الحرة، واشنطن.